اجي لاجابه لسؤال حضرتك المهم جدا، ازاي نجتذب الشباب؟ اللي حضرتك بتعمله في البرنامج ده النهارده مهم جدا، انه يكون في الاعلام نقاشات سياسيه طول الوقت، انه يكون في حتى وصول للشباب على منصات التواصل الاجتماعي بمختلف الاشكال. احنا عايزين نعمل برامج مبسطه، الحزب عندنا بيعمل ايه؟ احنا مستغلين الفرصه دي بكل ما اوتينا من طاقه. يعني القائم على برنامج الانتخابي المرشح استاذ فريد زهران اللي كتبه شباب، عايز اقول لحضرتك لو نتفرج على المحاور المختلفه للبرنامج، مش بس شباب الحقيقه، انا يعني هم زملائي وممكن تكون شهادتي فيهم مجروحه، بس احنا كمان مهتمين جدا بتمكين المرأة، بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة. مريم عادل، وانا يعني مثل للشباب الحقيقة المميز جدا، عندها إعاقة بصرية ولكن متقدمة جدا جدا في حياتها المهنية وفي حياتها الدراسية. دكتورة أميرة عبد العال، دكتور محمد سالم، مش عايزة انسى حد، لكن الحقيقة عدد من الشباب المذهل والرائع اللي اتربى في مدارس سياسية واللي عنده رغبة في احداث فارق. لانه انا النهاردة في اي حراك اجتماعي مقبل ولا في أي حراك سياسي، لو ما عنديش ضمانات مؤسسة من ناس فاهمة الصورة الكبيرة وفاهمة الطريق بتاع التغيير بيحصل إزاي بشكل حقيقي، لسبب بسيط، وقت ما حصلت تغييرات اجتماعية كبيرة في تقديري الشارع السياسي ما كانش جاهز لها بالمرة، كان الوجود فيها للأحزاب اللي تقدر تقود بعد كده هذا الحراك وجود تقريبا مش صحي، مش موجود بالشكل الكافي. أنا النهاردة نفسي وأتمنى أن تتاح المنصات كلها لتفاعل سياسي أكبر، لأنه الشباب يكونوا آمنين شاعرين بالأمان وهم بينضموا للأحزاب السياسية، وهم بيرمسوا العمل السياسي، وهم بيعبروا عن آرائهم، وأن يكون في كفالة ألا يكون للرأي أي ضريبة من أي نوع تخص تقييد الحريات. ده كله هيخلق عندنا مناخ عظيم. احنا النهاردة في التنسيقية وفي الحزب وفي منصات كتيرة مهتمين جدا مش بس بشباب الجامعة، ده بشباب المدارس كمان. صح. احنا كان عندنا في البرلمان من كام يوم الحقيقة، ودي لفتة مهمة جدا، طلبة من المدارس جايين يحضروا جلسة برلمانية. هو ده الرهان وصمام الأمان لمستقبل مصر، انه الناس تكون الشباب الصغيرين دول فاهمين الأبعاد الكبيرة للملف السياسة الخارجية وارتباطاته بملف الشأن الداخلي. وأنا النهاردة وأنا بقوم أعترض، بعترض على أي أساس؟ وهل وأنا بعترض عندي طرح بديل ولا لأ؟ وهل أنا في المسارين دول آمن أني أعبر عن رأيي بشكل كفاية وحر ولا لأ؟ التفكير النقدي كمان في المدارس، حضرتك تسأل إزاي أنا نفسي مناهج التعليم، وده بيحصل بشكل كبير، بس تكون قائمة بالمقام الأول على تفكير نقدي. كل ده هيخلق عندنا حالة بعد شوية مختلفة سياسيا خالص عما هي عليه الآن، وحتى عن الأحزاب اللي بتنتمي لتيارات متقاربة. أتمنى أن يبقى بينها وبين بعضها ثقافة من الاحترام، ثقافة من تقدير الاختلاف، لأنه مش ضروري أبدا يكون تقدير واحد هو التقدير الصحيح طول الوقت. لكن في مفاهيم غير مختلف عليها، مفهوم المشاركة السياسية ده أنا هختلف عليه إزاي؟ أنا هبني إزاي كادر من غير ما أشترك جوه انتخابات برلمان ومجالس محلية وانتخابات رئاسة؟ هكذا تبنى الكوادر، هكذا تبنى البرامج الانتخابية ويتم نقدها. فلا، في حاجات كتير جدا أعتقد بدأنا فيها بعض المسارات، ولكن أيضا لدينا طريق طويل في أغلبها.